كنا مستحوذي على الكرة، كنا نسيطر على الكرة، وكانوا ينتظرون أن نضيع الكرة أو حملة مرتدة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني. فقد استغلوا الفرصة وهكذا تقووا وارتجعوا إلى الحملات المرتدة وهم سريعون. يجب أن نحسن لاعبينا المهم أن نتأهلنا. فالشوط الثاني كان عبارة عن فيلم للخوف للرعب، فعلا لم نكن نطمح ونتمنى هذه، كنا نتمنى أن نربح المباراة. والمهم علينا أن نستمر، هناك تم النهاية ضد المغرب وسوف تكون مباراة جد صعبة. ماذا حصل في وسط الملعب؟ لم يلعب، لم نكن نحس ب في لم نكن نسيطر على وسط الملعب، فهم كانوا يضغطون علينا. كنا ندرك ان الامر سيكون على هذا، وللاسف للاصابات، وهذا رجع للثقه المبالغ فيها. يجب ان نحسن الاخطاء وان نحاول ان نسمر وان نقصي الخصم المقبل. وانتم سوف تواجهون المغرب، هو فريق صعب. كنا نطمح ان نكون اول فريق، اول لم يكن علينا ان نختار الفريق، والان امر كوصيف. ولا يعني ان المباراه المقبله سوف تكون سهله او صعبه.